فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض طلبة العلم يقوم بإظهار قول غير مشهور لحكم من الأحكام الشرعية ثم ينشره بين الناس، فهل هذا الفعل صواب؟ لا، ما هو صواب، هذا خطأ، وهذا يحصل به إثم كبير على من فعله، لأنه تحمل الناس الذين أفتاهم وبنوا على كلامه. وعلى إنسان ما يتكلم إلا عن علم صحيح، ولا معاه فيها الله، ما يتكلم بالمسائل العلمية وهو ما عنده مقدرة. نعم.